بسم الله الرحمن الرحيم. تطبيق آخر حول معادلة التفاضلية الاعتيادية من الرتبة الأولى هو حركة الأجسام Motion of Bodies. إحنا أخذنا ماخذين هالموضوع يعني المراحل السابقة، ولكن ماخذينه بشكل بسيط. يعني كنا دائما نقول اهمل مقاومة الهواء أو اهمل القوة المعيقة للحركة. فإذا نهمل القوة المعيقة للحركة يصير الموضوع سهل، والمعادلة التفاضلية معادلة هي سيبروبل يعني سيبريتد، ورأس كنا نكامل رأسا وما عنده مشكلة المعادلة التفاضلية. هسه لا، هسه إذا نجي ناخذ القوة المعيقة للحركة يعني مقاومة الهواء أو أي قوة معيقة للحركة نجي ناخذها بنظر الاعتبار، خلينا نشوف شلون نتعامل مع هيك نوع من المسائل. خلينا ناخذ مثال ونوضح الخطوات اللي نجريها بالحل. منطيني مثال جسم A body of mass m، كتلة m منطيني هذا الجسم. Falls from rest، يسقط من السكون، من مستوى معين وجاء يسقط من السكون. طبعا من السكون معناها سرعة الابتدائية كانت صفر، يعني بلحظة انطلاقة يعني ما كان يمتلك سرعة، يعني ما انطينا سرعة واطلقنا، لا جاء يطلق من السكون معناها سرعة الابتدائية صفر. If the drag force أو resistance force مقاومة الهواء والقوة المعيقة للحركة of air الهواء is assumed to be proportional to the instantaneous velocity، يقول لك إذا القوة المعيقة للهواء أو مقاومة الهواء هي متناسبة مع السرعة اللحظية للجسم، مقاومة الهواء القوة الجاية من عندها تتناسب مع ما تتناسب مع سرعة الجسم أي لحظة. Find the equation of motion of this body. يريد معادلة الحركة المن لهذا الجسم. طبعا خلينا نقول هسه هذا الجسم هذا كتلة M جاء يسقط من نقطة معينة، جاي يسقط من نقطة معينة. هسه هذه النقطة المعينة معناها أنا أحتاج طبعا ارتفاع معناه متغير مع الزمن. هذا الارتفاع فرضا خل أسميه بالرمز Y، هذا ارتفاع الجسيم عن سطح الأرض خل أسميه بالرمز واي. الواجهة تغير معه متغير مع الزمن، فيريد هذا الواي معادلة الحركة يعني هذا الواي معادلة الواي ارتفاع الجسيم هذا الجسم هذا مرور الزمن كفانكشن اوف تي. شنو هي هاي المعادلة؟ شنو صيغتها؟ هي هنسميها كويشن اوف مش معادلة الحركة. طبعا لان صارت بها واي ونحتاج بالاحداثيات، منين تروح بالاحداثيات؟ كيف واحد يفترضها منين؟ يفترضها من سطح الأرض. يقول سطح الأرض بالبداية الواي مقدارها صفر، والجسم ارتفاع عن سطح الأرض مقدار معين خل أسميها الواي نوت، أعطيها رمز الواي نحو الأعلى يجي يأخذها موجب. واحد ثاني يقول من النقطة اللي سقط بها خل نفترضه بهالنقطة هذه وسقط، هذا أخذي بالأحداثيات يعني منها الواي تساوي صفر وجاء تزداد نحو الأسفل، جاز زاد نحو الأسفل. كيف تفيد هذا الأسلوب؟ هذا الأسلوب راح نعتمد الأسلوب الثاني. من الموضع اللي انطلق من الجسم سقط من الجسم نقول هو هذا بالأحداث، يعني هنا كانت إزاحة الجسم أو الواي إلى صفر، وكل ما ينزل الأسفل كل ما تزداد الإزاحة ما تزداد الواي ما تفيد الواي الأسفل جاي ناخذها موجب. إذن بالبداية لحظة الانطلاق عندما كان الزمن يساوي صفر، إذا الزمن تي يساوي صفر معناه الواي قد مقدارها، الواي مقدارها صفر، موضع الجسم مقدارها صفر. اللي يأخذ بالأحداثيات من سطح الأرض فيقول عندما الزمن يساوي صفر بالبداية فارتفاع الجسيم كان الارتفاع هذا المعلوم اللي خلنا نسميه مقداره واي نوت. هسه احنا قلنا راح نعتمد هذا الأسلوب الثاني هو بالأحداثيات من موضع الانطلاق من عنده الجسم. إذا أرسم الفريوة دياجرام لهالجسم هذا، فأولاً هو معرض إلى قوة وزن، قوة وزنه نحو الأسفل، وطول ما حركته تصير نحو الأسفل، حركته لاحظ نحو الأسفل، فمعنى القوة المعيقة للحركة تصير تجاهها عكس اتجاه الحركة نحو الأعلى، فهذه القوة المعيقة مقاومة الهواء خل أسميها كابيتال دي. إذن هذه الدي هي قوة مقاومة الهواء، القوة المعيقة للدراك فورس. إذا أخذ مجموع القوى العمودية على الجسم هذا المفروض مجموعهم، لأن عندي حالة حركة دايناميك مو ستاتيك، إذا ستاتيك يساوي صفر،
إذا دايناميك فيساوي الكتلة في التعجيل، اللي هي الانيرشيا فورس، كتلة في التعجيل، والكتلة هي M والتعجيل خرمز الرمز A. إذن هذا summation of Y، مجموع القوة باتجاه العمود الواي يساوي الام في الاي، كتلة في التعجيل. أجل القوة اللي عندي، الوزن نحو الأسفل، وإحنا جاي نقول نحو الأسفل نعتبره موجب، والدي نحو الأعلى سالفة، مجموعها مصير الوزن ناقص الدي، دبليو ناقص الدي يساوي الكتلة في التعجيل. الوزن دبليو هو الكتلة في التعجيل الأرضي، أم في جي، سمول جي. القوة المعيقة للحركة الدي حسب منطوق السؤال يقول افترضها أو افرضها هي متناسبة مع من؟ مع السرعة اللحظية، instantaneous velocity. إذن الدي تتغير طرديا مع من؟ مع سرعة الجسم، طرديا مع سرعة الجسم حسب منطوق السؤال، حسب الفرضية. طبعا ممكن تختلف من سؤال إلى سؤال. إذا أحول علاقة التغيير هذه بروبوشنال إلى مساواة، فأحتاج أضرب ثابت تناسب، خلنا نرمز له برمز R. فإذن R هو ثابت تناسب بروبوشن كونستانت. إذن الـ D القوة المعيقة راح تساوي الـ R كونستانت في الـ V، والـ V هو سرعة الجسم. إذن راح نعوض عن الـ D بالـ R في الـ V. هسه أجي الـ V السرعة. السرعة شنو علاقتها بالإزاحة؟ هسه إزاحة Y، فإحنا نعرف بأن السرعة هي معدل الإزاحة، يعني المشتقة الأولى علما للإزاحة للواي. فإذن هي السرعة هي dv dy over dt. السرعة سرعة الجسم هو مشتقة إزاحة نسبة الزمن dy over dt، والتعجيل هو مشتقة السرعة، مشتقة أولى السرعة، والسرعة مشتقة أولى، إذن التعجيل هو مشتقة ثانية علما للحركة للواي للإزاحة. إذن هذا معادلة التفاضلية، تريد تخليها بهالصورة، هذا تريد ترتبها. إحنا قلنا عاد نرتب مع التفاضلية، إذا عندي مشتقات عندي واي ومشتقاتها دائما نحاول نخليهم بالطرف الأيسر، وأي شيء ما له علاقة بالواي وين نقل؟ نقل للطرف اليمين. فهسه الـ MG ما له علاقة بالواي، ننقلها للطرف اليمين ونرتب مشتقات الواي أو الواي في جهة اليسار. هذه إذا ننقلها لحد هذا كان ماينس R أصبح موجب R المشتقة الأولى، وإذا قسم الطرفين على M حصلت على هذه المعادلة التفاضلية، مشتقة الثانية الواي نسبة للزمن زائد R over M في مشتقة Y نسبة للزمن يساوي G التعجيل R. هسه إذا أريد أحل الواي لازم أحل المعادلة التفاضلية، هذه معادلة تفاضلية، فلاحظ أصبحت معادلة تفاضلية شنو هي؟ يعني صعبة معقدة شوية. أما إذا يعني كانت قوة اللي احنا قبل كنا سابقا نهمل القوة المعيقة، يعني ما عندي دي، هسه اذا نهمل القوة المعيقة معنا هذا الحد شبيه راح يتكنسل، ما عندي هنا حد، يبقى عندي مشتقة واي ثانية يساوي الجي، هاي معادلة كنا نشتغلها سابقا المراحل السابقة بالدينامك اللي اخذناها بالميكانيك مرحلة اولى. فكنا يعني نقول هذا بما ان هذا function of كونسات فقط، يعني اقدر اعتبر function of t فقط، فاجي نكمل الطرفين، تكامل المشتقة الثانية الواي ينطي المشتقة الأولى، وتكامل الجي هو الجي في تي زائد ثابت التكامل. أجي ثاني مرة أكاملها، فمعادلتي كانت بسيطة ويعني حلها سهلة سهلة. إذا ندخل القوة المعيقة الحركة معناها شنو أصبح عندي؟ أصبح عندي حد إضافي، وبي مشتقة واي، هسه هذه أصبحت معادلتي يعني مو سهلة. هسه أنا ما أقدر أكامل الطرفين رأس، أجي أحل هاي المعادلة التفاضلية بالطرق اللي تعلمناها، أشوف أعلى مشتقة المشتقة الثانية، أعلى مشتقة المشتقة الثانية، إذن هذا second order. أقول هسه إذا أريد أحلها first order، أقول هل ممكن تحولها first order؟ قلنا بحالتين، الحالة الأولى أن المتغير الرئيسي اللي بحالتنا هذا الواي ما موجود، هسه إذا تباعوا هنا الواي ما موجود، عندي مشتقة واي ثانية ومشتقة واي، الواي نفسه ما موجود، إذن أوكي أقدر أحول المعادلة لمن؟ إلى first order، إذن هذا شبيه reducible to first order. ممكن تحويل فيرس اوردر. او واحد ثاني يروح باسلوب ثاني يقول متغير المستقل ما موجود، التي ما موجود فعلا، اذا هم يقدر يحول، اذا عنده اسلوب، احنا نعتمد الاسلوب الاول. راح نفترض بان الواي، نقول بما ان الواي ما موجود اذا افرض متغير جديد هو الزد، ولان الواي ما موجود افرض الزد هذا فانكشن اوف تي، وش يساوي الزد؟ يساوي مشتقه واي دي واي اوفر دي، يعني بدل هاي دي واي اوفر دي تي
راح شنجيب؟ راح نجيب زد. احتاج اعرف المشتقة الثانية ايش اعوض عنها، اجي اشتق الزد، اشتق معادلة زد. مشتقة زد الاولى طبعا نسبة للزمن جاي نشتق، مشتقة زد هي دي زد اوفر ديت. مشتقة الطرف الاخر، الطرف الاخر هو مشتقة اولى، فمن اجي اشتقه يصير مشتقة ثانية. اذا بدل المشتقة الثانية الواي هذه راح اجيب مشتقة زد الاولى دي زد اوفر ديت. اذا راح اعوض معادلة التفاضلي، بدل المشتقة الثانية اصبحت مشتقة زد الاولى، وبدل مشتقة واي الاولى اصبحت عندي زد. راح حولت معادلة الى هالصيغة، هذه المشتقة الثانية عوض عنها مشتقة زد الاولى، وهذا مشتقة اولى الواي عوضنا عنها بزد بالفرضية. هسه اذا انتبه لهالمعادلة هذه، اعلى مشتقة المشتقة الاولى تربط المتغيرين الزد والتي، اذا هذه فيرست اوردر. اشوفها من اي نوع، هل هي سيبربل، هوموجينيوس، اكزاكت، لينير، برنولي، اشوفها من اي نوع على مود احلها. طول ما حولتها لفيرست اوردر اشوفها من اي نوع. بما ان الحد الاول هو منطيني فانكشن اوف زد نسبة للزمن، والحد الثاني زد اس واحد، يعني هنا عندي الحد الاول مشتقة زد والحد الثاني زد اس واحد، المضروب بالزد هنا ار اوفر ام كونستانت فقط اقدر اعتبره فانكشن اوف تي، والطرف الاخر جي كونستانت فقط اقدر اعتبره فانكشن اوف تي لان ما بي زد. اذا هذه معادلتي اذا في الصورة هذه قلنا هذه نسميها لينير ديفرنشال، معادلة خطية بالنسبة لمن؟ بالنسبة الى زد. هنا عندي مشتقة زد اس واحد، وهنا عندي زد اس واحد، المضروب بالزد هو فانكشن اوف تي فقط، والطرف الاخر فانكشن اوف تي فقط. اذا هذه اذا تجي بهالترتيب هذه، هذا نسميها لينير ديفرنشال اكويشن. حل اللينير مثل ما نعرف هو الميو في الزد، الميو في السوليوشن، السوليوشن اللي هنا عندي معادلة تفاضلية مشتقة زد، فمن احلها حصل زد، فاقول الميو في السوليوشن في زد يساوي التكامل الميو في الكيو، والكيو هو الطرف الاخر من المعادله الطرف الايمن. احنا بحالتنا هو هذه الجي فقط، الكيو هي الجي فقط. الميو مثل ما يعرف الفانكشن الميو هي اكسبوننشال، واسم مالتها تكامل البي في متغير المستقبل، مشتغل متغير المستقبل، متغير المستقبل هو زمن تي، فانا راح نكامل نسبه للتي، والبي الفانكشن اوف تي المضروب بمن؟ مضروبه بالزد اس واحد، يعني هنا بحالتنا هذه ال R over M. إذا راح يصير ال P ال R over M جاي نكمل نسبة للزمن، ال R over M constant تكامل ال DT هو T، فيصير عندي ال exponential اسمالته R في T، R في T over M. أجي أعوض مع التفاضلية ال mu حسبناها ال exponential هذا في solution اللي هو Z يساوي تكامل ال mu في ال G. منا أحاول أحصل Z، أول مرة أجري هذا التكامل الجي كونستانت ممكن تطلع خارج تكامل الدالة الأسية، هي الدالة الأسية نفسها على شرط موجودة مشتقة الأس، مشتقة الأس نسبة للزمن هي R over M، ما موجودة فأقسم عليها أوفرها أقسم عليها أصبحت M over R. إذا أصبحت M over R مضروبة في الجي مضروبة في الإكسبونيشن زائدا ثابت التكامل. إذا أريد فقط زد اقسم الطرف عن هذا الاكسبوننشال، هنا راح يروح، هنا راح يروح نفسه، وهنا راح يصير سي اوفر 1، السي 1 مقسم على الاكسبوننشال، يعني الاكسبوننشال يصير بالمقام، من ارفع البسط اصبح الاس مالتها سالب. اذا هذا الزد. هسه ارجع فرضيه الزد، زد فرضناها دي واي اوفر دي تي، اذا اعوض عن الزد بالدي واي اوفر دي تي. اذا تلاحظ الزد هي فانكشن اوف تي فقط، مثل ما احنا فرضنا هي function of t فقط. هسه من تصبح معادلتي الطرف الايسر مشتقة y والطرف الايمن function of t فقط، فهذه قلنا معادلة بسيطة لانها separable، يعني رأسا بعد ما يحتاج اضرب بالdt باعتبارها خطوة مفهومة، هذا function of y فقط وهذا function of t فقط، ما عندي اختلاط متغيرات، اجي اكامل الطرف تكامل مشتق dy y وتكامل هذا الحد في dy هو هذا كونستانت، من اكامل نسبة للزمن اقول اضربه في تي، وهنا عندي تكامل الدالة الأسية، الدالة الأسية نفسها مشتقة الأس سالب ار اوفر ام ما موجودة اوفرها فقسمنا على سالب ار اوفر ام وضربنا بام اوفر ار زائدا ثابت التكامل الثاني،
هذا الجنرال تسوي شنو؟ هذه هي علاقة الواي مع الزمن، تبقى بها شنو؟ هذا الكونستان سي 1 وسي 2 ثابتين للتكامل. ليش؟ لأن معادلة التفاضل اللي حليتها كانت معادلة من الأوردر الثاني. دين عندي مشتقة ثانية، فمن أحد حصل على two constants ثابتين للتكامل. هسه لازم أوجدهم على مدى حول حل عام إلى حل خاص، يعني ينطبق على المسألة. أحتاج لأن مجهولين أحتاج شرطين. الشرط اللي مدين منطنياهم بالبداية يقول الجسم جاي يسقط من السكون. من السكون قلنا يعني معناها السرعة الابتدائية الفي تساوي صفر. يعني بالبداية إذا كان الزمن يساوي صفر فالفي تساوي صفر، ومثل ما ربنا الزمن الفي هو المشتقة الأولى للواي. مشتقة الأولى إحنا حاسبين المشتقة، عندي هذا المشتقة الأولى للواي، أو هذا عندك الواي وتشتق خمك وترجع نفسك. إذا أعوض عن المشتقة الأولى للواي صفر، وأعوض عن الزمن صفر، أصبحت إيه الصفر واحد، منا أقدر أعرف مقدار السي 1. عرفنا مقدار. الشرط الثاني بالبداية، بداية الانطلاق الجسم قلنا لأن هنا إحنا اختارنا بداية الأحداثيات، إذن إذا كان الزمن يساوي صفر في الواي قد هنا الواي يساوي صفر. اللي قيسه من سطح الأرض يقول إذا كان الزمن يساوي صفر فارتفاع الجسم كان هالارتفاع هذا اللي هو يرمز له رمز مثلاً واي نوت. هسه بحالتنا الزمن يساوي صفر فمعناها الواي تساوي صفر بداية الأحداثيات، فأعوض عن الواي معادلة الواي عن الواي صفر وعن الزمن صفر، هذا راح يتكنسل وهنا صار عندي صفر واحد، فمنها علاقة تربط السي 1 والسي 2، والسي 1 معلوم وحصل على السي 2. أجي أعوضهم بالمعادلة معادلة الواي، أعوض عن السي 1 والسي 2 بهالأسلوب. هذا بقي بهالأسلوب تسحب عامل مشترك ماكو مشكلة، هذا مجرد تأكد إن هو البارتيكولار سوليوشن. إذن إذا يقول أخذ مقاومة الهواء أو القوة المعيقة للحركة، مو إلا مقاومة الهواء، يعني حتى إذا كان عندي مثلا منطيني جسم يتحرك وأكو احتكاك بينه وبين سطح معين وينطيني يعني يقول أخذ القوة الاحتكاك من ظل الاعتبار، فأيضا طبق هالمسألة. أرسم في بيت داغرام شوف شين القوة المؤثرة على الجسم، وافرض عندي قوه معيقه للحركه عكس اتجاه الحركه. هسه حركتنا نحو الاسفل، في القوه المعيقه وين تصير؟ نحو الاعلى. اذا بالعكس، اذا احنا جاي نطلق جسم من السطح الارض ونطلقه نحو الاعلى، بما ان الحركه نحو الاعلى فمقاومه الهواء راح تصير نحو الاسفل. واخذ سميشن القوه راح يساوي الكتله في التعجيل، واعوض عن معادله التفاضل. القوه المعيقه المفروض ينطينيها بالسؤال، إذا ما ينطيكها بالسؤال فتجي تفضل هي متناسبة مع من؟ مع السرعة. هذا نسميه يعني القوة اللزج الفيسكوس دراج، هذه تتناسب مع من؟ تتناسب مع السرعة. الكتلة إما ثابتة مثل هذه الحالة جسم كتلة ثابتة، أو مرات متغيرة أيضا تغير مع الزمن. يعني مرات عند صاروخ جاي ينطلق، تعرف الصاروخ كتلته الكلية هي كتلة الكتلة مات الصاروخ سيلف ويت زائدا كتلة الوقود. كتلة الوقود متغيرة مع الزمن، كل ما يزداد الزمن تقل هذه الكتلة، فمعناها الكتلة أصبحت الكتلة الكلية للجسم شبيهة متغيرة مع الزمن. فهنا من أعوضها راح يصير function of t، فتنجي نعاملها متغير ونشوف معادلتك راح تطلع عندك من أي نوع، شوف حسب المعادلة راح تطلع عندك. هسه بحالتنا هذه الكتلة ثابتة فعوضنا عنها بسمول أم، يعني وحصلنا على حل معادلة التفاضل.